السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير أحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه أيها الإخوة الكرام. وما زال الكلام قائم عن سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. ما هو الشيء الذي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قراءة صور قبل النوم، وهي صور قصيرة ومشهورة حتى الأطفال يحفظونها. فالعنوان صور كان يقرأها النبي قبل النوم صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النوم يقرأ الإخلاص والمعوذتين آخر صفحة في المصحف، ثلاث سور ورا بعض، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كان يقرأهم ويدفل في يده، يعني كان بيقرأهم في يده كده ويحاول الرزاز، أنا مش بقول يبصق عشان بعض الناس ما لا، يعني هو بيتكلم كان بالهوى كده بعد ما يخلصوا ويمسح بهم جسمه. وطبعا برضو كان بيعمل كده مع الحسن والحسين. فياريت نحافظ على هذا الشيء قبل النوم، ففيه حفظ لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. تضرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.